أعلن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي الحداد 5 أيام في إيران على وفاة رئيسه ومرافقيه، على أن يتم التشييع يوم غد في تبريز. بالتزامن ما أعلن أيضا خامنئي أن النائب الأول للجمهورية محمد مخبر سيتولى السلطة التنفيذية، على أن يبدأ الترتيب للانتخابات في مهلة أقصاها 50 يوما بالتنسيق مع رؤساء السلطتين القضائية والتشريعية. هذا وكانت مشاهد قد أظهرت حطام من روحية الرئيس الإيراني ومرافقيه التي احترقت بأكملها. المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هبطت اضطراريا في غابات ورزغان في أذربيجان الشرقية، فمن هم مرافقو الرئيس الإيراني الذين كانوا على متنها؟ ومع صدور أنباء عن وفاته، شاركت وكالة مهر الإيرانية الصور الأخيرة للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي على الموقع الإلكتروني للرئاسة. وعقب الوصول إلى المروحية، أظهرت مشاهد لحظة نقل الجثامين بما فيها الرئيس الإيراني ووزير الخارجية من موقع حادث التحطم. الرئيس الراحل واجه انتقادات شديدة بشأن سجله الحقوقي، فمن هو الرئيس الثامن لإيران إبراهيم رئيسي، وما هي أبرز محطات حياته السياسية؟ الرئيس الثامن للجمهورية الإيرانية والمقرب من المرشد علي خامنئي رسخ اسمه كأحد أهم وأقوى الوجوه السياسية في إيران. ولد إبراهيم رئيسي في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد في نوفمبر عام 1960. بدأ حياته بدراسة الفقه الإسلامي وتتلمذ على يد المرشد علي خامنئي قبل أن يكمل مسيرته المهنية ويتدرج في مناصب حساسة في الدولة. في عام 1985 تولى رئيسي منصب نائب المدعي العام لطهران، ثم منصب المدعي العام للعاصمة بين عامي 1989 و1994، ولم تنفك المعارضة منذ ذلك التاريخ عن اتهامه بالتورط في إصدار أحكام قضائية جائرة بحق نساء ورجال فيما عرف حينها بلجنة الموت السرية. تدرج إبراهيم رئيسي بعدها في السلك القضائي حتى عين نائب رئيس السلطة القضائية لمدة 10 سنوات بدءا من عام 2004، ثم تولى منصب المدعي العام في إيران عام 2014 قبل أن يعينه المرشد خامنئي عام 2016 على رأس أحد أهم وأغنى المؤسسات الدينية الإيرانية، وهي مؤسسة الإمام رضا. فاجأ إبراهيم رئيسي المجتمع الإيراني والمراقبين عام 2017 حينما أعلن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، لكنه خسر السباق أمام غريمه من معسكر المعتدلين حسن روحاني من أول جولة. ومع ذلك اختاره المرشد علي خامنئي على رأس السلطة القضائية عام 2019 ورفع حينها شعار محاربة الفساد، لكن الأقدار شاءت في نفس العام أن تعلن الولايات المتحدة إدراجه ضمن قائمة العقوبات لمزاعم انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
ويعرف عن إبراهيم رئيسي انتقاداته المتشددة ضد معسكر المعتدلين، وخاصة في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018. في عام 2021 فاز رئيسي بمنصب رئاسة الجمهورية الإيرانية، وجاء في فترة عصيبة من الاحتجاجات والتوترات الداخلية وعزوف نحو نصف الناخبين ومنع العديد من الشخصيات الثقيلة من الترشح. ورغم تقديم نفسه نصيرا للفقراء ومحارب للفساد، أعلن رئيسي بعد توليه الرئاسة عن إجراءات تقشف تسببت في ارتفاع حدة الأسعار وجرفت معها احتجاجات شعبية عارمة. لكن الرئيس الثامن للجمهورية تبنى سياسة إصلاحية وانفتاحية في المنطقة والعالم، وشهد عهده اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، إضافة إلى تعميق التعاون مع روسيا والصين. من القاهرة عبر تطبيق زوم الدكتورة هدى رؤوف، رئيسة وحدة الدراسات الإيرانية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتورة رؤوف. دكتورة رؤوف، دعني أسألك وأنت متابعة في الشأن الإيراني، بداية ما الإجراءات المتبعة الآن في إيران بعد إعلان وفاة الرئيسة؟ أتحية طيبة لحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا وفقا للمادة 131 من الدستور الإيراني، فإنه في حال غياب أو مرض أو عزل أو وفاة رئيس الجمهورية سوف يتم طبعا تعيين النائب الأول له، بيكون على رأس لجنة تتكون من رئيس السلطة القضائية ورئيس البرلمان الإيراني، بتحكم أو تسير أو تكون حكومة مؤقتة، وطبعا بيتم في خلال 50 يوما الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة. طيب دكتورة هدى، يعني 50 يوما هي الفترة التي تفصل البلاد عن إجراء انتخابات رئاسية وفق الدستور الإيراني، من هي الأسماء المتوقع أن تبرز هذه الفترة وتكون حاضرة وجاهزة لخوض الانتخابات والمنافسة؟ يعني ربما يكون عدد من المحسوبين على التيار المتشدد مثل يعني كاليباف رئيس المجلس البرلمان الإيراني، لكن الأمر أصلا أن هناك قويل يعني يتم تداولها في إيران الآن حول أنه ربما تسير هذه الحكومة المؤقتة لمدة عام، وهو ما يفصل عن الانتخابات الرئاسية التي كانت ستتم حينما يعني لو كانت ظروف طبيعيه وانتهت ولايه رئيسي بشكل طبيعي، وبالتالي ربما يكون هناك تصور اخر ان تستمر هذه الحكومه المؤقته لفتره عام. لكن عن الاسماء المرشحه طبعا ده بيطرح او بيقودنا الى فكره هل سوف يمنح النظام الايراني بمؤسساته الماليه بتحديد من هو المؤهل للترشح للانتخابات من عدم بإفساح المجال لظهور شخصيات من التيار الإصلاحي، طبعا لا أتوقع لا. هذا هل سوف يستغل التيار الإصلاحي الموقف الآن وفراغ القوى الآن وفراغ السلطة طيب. حتى يعيد تشكيل نفسه مرة أخرى، يعني كلها طبعا يعني طيب. تطورات سوف تظهر من خلال في فرضية ذكرتيها أنت أن الحكومة قد تستمر إلى عام إلى حين الانتخابات القادمة، يعني هذا يدعني أيضا أن أسأل في مسألة تولي محمد مقبر منصب يعني الرئيس المؤقت للبلاد، هل هو منصب صوري أم لديه صلاحيات تمنحه أن يغير في السياسة الاقتصادية، خاصة وأنه من خلفية اقتصادية وأيضا رجل قانوني؟ لا تصور انها سوف تكون صلاحيات تستهدف احداث تغييرات، حتى يعني لا يحدث ارتباك في الداخل. اعتقد ان ايران الان معنيه بترتيب البيت داخليا فيما يخص عمليه انتقال السلطه واجراء الانتخابات الرئاسيه، ومن بعدها مرحله الاعداد لخلافه خامنئي، وبالتالي هذا هو ما يهم في المقام الاول. هو ليست لديه الصلاحيات الكافيه التي تجعله يحدث تغييرات اقتصادية أو اجتماعية، ولا أتوقع أن المواطنين حتى في إيران ينتظروا مثل هذا التحول، ومع ذلك بيظل المرشد لديه الكثير من الصلاحيات، هو من يمكنه أن يعني يتحكم في مسار الأحداث الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب النائب الرئيس الإيراني. شكرا لك عبر تطبيق زوم الدكتورة هدى رؤوف، رئيسة وحدة الدراسات الإيرانية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة. عقدت الحكومة الإيرانية اجتماعا عاجلا عقب إعلان وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي،
ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما. وأكدت الحكومة في بيان أنها ستواصل العمل دون أدنى خلل بعد وفاة رئيسي في حادث تحطم مروحية بمنطقة جبلية شمال غرب البلاد. وبالتزامن عقدت السلطات الإيرانية اجتماعا استثنائيا، إذ اجتمع النائب الأول للرئيس الإيراني برؤساء السلطتين التشريعية والقضائية، مؤكدا استمرار التعاون بين السلطات، فيما أكد رئيسا السلطتين التشريعية والقضائية التعاون التام مع نائب الرئيس الإيراني. ومع بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، أظهرت الصور كرسيي الرئيس الراحل ووزير خارجيته فارغين. إلى ذلك، طبقا للدستور الإيراني فإنه في حالة الوفاة المفاجئة للرئيس أو غيابه يتولى نائبه الأول رئاسة البلاد، والمنصب حاليا هو لمحمد مخبر. فماذا نعرف عن هذه الشخصية؟ الأنظار في إيران تتجه الآن نحو السياسي البارز ونائب الأول للرئيس محمد مخبر دسفولي. مسيرته ثرية، فمن محافظة خوزستان بمدينة الأحواز كان مولده، وتحديداً عام 1955 هناك نشأته، حين تلقى تعليمه الديني الأولي ليحصل بعد ذلك على الدكتوراه في القانون الدولي. خدم مخبر كضابط في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري خلال الحرب الإيرانية العراقية، وفي التسعينيات من القرن الماضي عمل رئيساً تنفيذياً لشركة ديسفول للاتصالات. أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عين نائباً للرئيس التجاري لمؤسسة مستضعفان، ليصبح بعدها رئيساً لمجلس إدارة بنك سينا، وقد أكسبه ذلك خبرة إدارية في مؤسسة تجارية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات كانت تعمل على تعزيز أولويات المرشد الأعلى. أقام مخبر علاقات مع النخب الدينية والسياسية في شبكة رعاية المرشد الأعلى، كما طور اتصالات في مكتب الأخير الذي يتمتع بالسيطرة المباشرة على مؤسسة مستضعفان. من هناك بات المشرف على تمويل البنك لسلوكيات النظام الإيراني، بما في ذلك برامج الصواريخ البالستية والبرامج النووية، حيث كشف الاتحاد الأوروبي عن صلاته بهذه البرامج عام 2010 عندما فرض عقوبات عليه وعلى بنك سينا. مخبر استفاد من منصبه في مؤسسة مستضعفان للحصول على دعم شركة الاتصالات جنوب أفريقية MTN في الحصول على معدات دفاعية، والتأثير على التصويت في الأمم المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني وتمويل حزب الله والحرس الثوري.